في التشجيع، أتعتقدون أنكم في أمريكا الجنوبية؟ إنها مدينة بنغازي في ليبيا، حيث كان الموعد مع مباراة الإياب ضمن الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمتنافسان على بطاقة التأهل النصر الليبي وضيفه شباب باتنا الجزائري. نتمنى أن تكون المقابلة أيضا تجري في أجواء رائعة، والفائز لهم لأنه الفائز هو المغرب العربي الكبير. ونادي النصر نادي عريق وله تاريخ كبير في محافل أفريقيا، ولعب أكثر من عديد من المباريات، وكان وأعطى اسم كبير للكرة الليبية في مسيرتها. دخل الكاب في صلب الموضوع منذ البداية مهددا مرمى الحضيري، وجاء الهدف الأول مبكرا عن طريق أحمد مسعدية، لكن أنيس صغب أعاد الأمور إلى نصابها لأصحاب الأرض عندما وضع بصمته على هدف التعادل للفحامة بعد جملة فنية مميزة. لكن سعيد بوشوغ أثبت أن نجوم الأوراس لم يأتوا إلى بنغازي للنزهة، بل للمقاتلة على بطاقة الصعود للدور المقبل، وذلك عبر تسجيله هدفا ثانيا بعد عمل جماعي متقن جدا. الجماهير النصروية التي فاجأتها شراسة الضيوف في ميدان هوغو تشافيز احتاجت إلى تسديدة أبو بكر العبيدي المباغتة التي أعادت سيناريو المباراة الأولى في باتنا، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي الذي جعل الحكم المصري جهاد قريشة يرهن مصير المتأهل بما ستسفر عنه ركلات الترجيح، والتي جاءت مثيرة جدا حتى اللحظات الأخيرة. وضع خالد حسين نقطة النهاية للإثارة الهتشكوكية التي حفلت بها المواجهة ذهابا وإيابا، لينتقل النصر لمواجهة الخرطوم السوداني في قادم الأدوار بعد تجاوز خصم عنيد محترم جدا كسب احترام الجميع، وهو شباب باتنا الجزائري ضيف البطولة للمرة الأولى.